الحلقات ال27 من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح خليه يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال27 من شهر رمضان. كمان معانا الحلقات ال12 للمسلسلات واللي بدأت في نص رمضان زي مسلسل تحت الوصاية. تعالوا مع بعض نشوف ملخص المسلسلات في التقرير اللي جاي. حلقات مسلسلات رمضان امبارح شهدت أحداث مشوقة، البداية مع الحلقة 7 من مسلسل حرب. الإرهابي عثمان أو أحمد السقا بيستلم الصواريخ اللي صنعها المهندس زياد أو عماد الطيب، وبيطلب عثمان من زياد معرفة معلومات عن الضابط عمر، وبيتفاجئ بأن زياد صاحب عمر من أيام الدراسة، وبيتقابلوا في أوقات كتيرة علشان يلعبوا مباريات ملاكمة. ده عمر، عمر الإمام. أنت تعرف؟ آه طبعاً، ده كان صاحبي من أيام ثانوي، احنا كنا لسه بنلعب ماتش ملاكمة مع بعض. متيسرة، ربنا سبحانه وتعالى صرف لنا. متيسرة يا باشمهندس زياد. في الحلقة 28 من مسلسل سر الباتع قرر حامد أنه يسلم نفسه ويواجه نابليون وجنوده، وفعلاً ترك الفلاحين من رجال المقاومة وودعهم وخرج لمواجهة نابليون وحملته، وقال أنا حامد يا نابليون. في الحلقة 12 من مسلسل تحت الوصاية بتتدهور الحالة الصحية لعطية أو جميل برسوم وبيتوفى في المستشفى. بعدها بتتصل سناء أو مها نصار بحنان أو منى زكي وبتقول لها خبر الوفاة وإنه كده الوصاية هتكون ليها بعد وفاة جد الأولاد عطية. سناء، طب ونعمل إيه دلوقتي؟ قالك كده؟ ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو بيحاول صالح الوصول لطه عبد المقصود خضر علشان يعرف هو مين، وبيلتقي بواحد من أسيوط علشان يساعده، وبتتطور الأحداث وبيقبض المفتش على جابر بمساعدة طه القماش، وقتها جابر توعده بالانتقام. تعمل معانا كده طه؟ ماشي، مش هسيبك وراجع لك يا طه، راجع لك. في مسلسل جميلة الحلقة 27 تم تنفيذ خطة رجب، لكن شهيرة وجهت اللوم لطارق بعد قتل رجب وقالت له إن أبنائها عرفوا كل حاجة وما كانش فيه داعي لقتله، فقال لها هو اتقتل فعلاً وإنها لازم تدفع 20 مليون جنيه للقاتل. وهنا آية قررت إنها تبلغ عن والدتها بسبب الجريمة دي. أمي قتلت أبويا. ممكن تستريحي بس؟ فهميني بقى واحدة واحدة إيه اللي حصل بالظبط. لقوا مشنوق في الميكروباص بتاعه ومراته خافت تتابع. في الحلقة 27 من مسلسل الكبير قوي احتفلت الكبيرة فحت أو سما إبراهيم بزفافها على حفن الديب زعيم المطاريد أو كمال أبو ريا. في وسط الفرح هجم عدد من الأشخاص علشان يقتلوا حفن الديب بسبب الطار، لكن الكبير بيدافع عنه. شفت يا كبير آخرة علامي ليك؟ نفعك كيف؟ نفعني؟ ده نفعك انت حقيقة. نفعنا انا عبد الله على السلامة، يروح القلب يروح الروح. خفت عليا يا حفني؟ كنتش خاف عليك يا كبير. ما تميزوا عاد ميزوا يا كبير. تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي استعداد السيدة نفيسة اللي بتقوم بدورها فرح بسيسو لمغادرة الفسطاط، فبيجي ناس كتيرة لوداعها وبينضم ليهم الوالي السريء اللي بيستعين بالإمام الشافعي لإقناع السيدة نفيسة بإنها ما تسيبش مصر. وبالفعل بتقرر السيدة نفيسة البقاء في مصر وبتقول عزيز علي دمعكم يا أهل مصر، أنتم أهل لي وإن شاء الله سأبقى بينكم. بإذن الواحد القدير سأسعى ما استطعت لنصرة المظلوم وقضاء حاجة المحروم ومواساة المكلوم منكم، وليس لي في الأمر شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. شاهد مسلسل جعفر العمدة في الحلقة 27 اعتراف سلوى عثمان أو خالد سيف لجعفر أو محمد رمضان بأن بلال شامة خطف ابنه وادال أختها لبنى ونس اللي ربته زي ابنها، وأكدت له أن سيف هو ابنك اللي بتدور عليه من 19 سنة. سيف ابني؟ أيوة. أنت متأكدة من الكلام ده ولا عايزة توجعي يا لبنى؟
متأكد.